الدكتورة بتاعتك، للأسف الخبر طلع صح، قدامك 48 ساعة، اعمل اللي نفسك فيه. سمعت كلمة منها رنت في ودني زي الطلقة، حاسس انه مسلسل وانا البطل الوحيد اللي تقريبا خلاص وصل لاخر حلقة. كم ذنب ارتكبت وحاسس ان النار بتزيد، كم مرة ما حسيتش بامي وابويا واخواتي، كم مرة ما صليتش ونسيت طريقة صلاتي. 48 ساعة هعمل فيهم ايه؟ هسأل اللي شايل مني زعلان مني ليه؟ هبوس رجل امي عشان عليا ترضى، هتبرع بكل فلوسي للناس المرضى، هقول لامي اني غلطان لو في يوم صوتي كان عالي، اللي بيجي في بالي يرخص لي حتى لو غالي. ما كنتش عارف ان في يوم ممكن تدور الايام، زودوا لي عمر شوية واعيش تحت رجلك خدام. ابويا اسف خيبت ظنك فيا، خليتك معايا تقاسي وتشوف ضر القاسية. حسيت اني ندمان لقيت الدنيا بتضلم، شايف ملاك موتي من بعيد عمال بيسلم. افتكر ذنوبك وشوف كام ذنب عملته، افتكر كم واحد اذيته، كم واحد قتلته نهشت في لحمه واتكلمت فيه، كم واحد كان طيب وللمخدرة سحبته عشان تتعرف على واحدة مجهودك بذلته، كم حق مش بتاعك بس بالقوة اخدته سلبته بتذكر لما بتديه. والله ما عملت حاجة انا بريء. ما تحاولش تبعد التهم عنك احسن لك، لانك انت اللي حطت رجلك في النار بنفسك. شوف هتعمل ايه، هتعمل ايه؟ قولي هتعمل ايه، هتعمل ايه؟ ادي الدنيا وهو ده مصيرها، هبوس ايد خطيبتي واقول لها اني بعشقها، مسكتي في ايديها نظرتي لعنيها، كل لحظة كل همسة كانت بتناديني فيها. اسف مش هقدر اكمل قصتي هيحكوها، كان نفسي اشوفها عروسة اكتر من امها وابوها. يمكن ما استاهلكيش عشان كده هموت، لكن هتلاقي اسمك على الكفن محفور. ادعيلي سامحيني قبل ما الوقت يفوت، بس اللي طلبه منك تيجي تزوري القبور. ندمان في جسمي عمالة تزيد الحرارة، ندمان على كل نفس خدته في سكارة. ببنات الناس لعبت شدت رخت وسبت، ولكن لما عرفت اكيد انا اكتئب عشان ما اقصر في حق نفسي وحق ربي. كنت عايش بدماغي وكنت لاغي قلبي، يومي عدي المهم فيه اشباع الغريزة، المهم اي بنت لو كانت الموناليزا. بقي 3 ساعات ويخلصوا اليومين، ما بقتش عارف رايح فين ولا جاي منين. رحت اقرب جامع قعدت ادعي وصلي، خايف حاسس ان ملاك الموت قرب يوصلي. باقي 5 دقايق حاسس اني مش سوي، اتصلت بامي قلت لها الو بحبك قوي.